ولك يكسر دياتك انت وياها غير من جالي كل ملهواش. لك يخرب بيت قلبكم، تركتوا لي شي طقم صحون بيض فيه وشي قدام ضيوف. قومي وليه انت تري لعند بختار الحاره وجيبي لي من عند مرته دزينتين صحون مرتبين. يلا انت كسرتيه. اذا لقيتي عندهم طقم كاسات منيح جيبيه معك. وين رايحه؟ بعدها لعند المختار جيب لنا طقمين صحون مرتبين لانه صحوننا بسودوا الوش. لا جيبوا شي من بيت المختار، جيبوا من بيت ابو احمد. يلا نطي بسرعه. ليش بقى ابو حسان؟ ازعجك المختار بشي؟ صار له يومين حايص ولايص ليساوي العزيمه ببيته، قال شو هو؟ اوضة المضافة عنده اوسع. بلش ايه وشو قلت له انت؟ ما فشل، الوزير ابن خالتي مو ابن خالته، لما بصير ابن خالته وزير بيبقى ياخذه لعنده مثل ما بده. العمى على هالناس شو مجانين، الكل صار يحبني، خدي من ايدي خدي. ما بكفي اني اعزمه؟ الحق عليك تقبرني، انت ليش لا تعزمهم؟ كنا قعدنا نحن والوزير لحالنا، هلا كل يوم رح تصح لنا الفرصة؟ لك يا مرة لازم يكونوا موجودين، هيك فيها وجاهة أكثر وتكريم لمعاليه، شو فهمك أنت بالسياسة ها؟ وين صرتوا أنتوا؟ لسه لازمكم شيء؟ لا كل شيء جاهز، بس قلت لي أي ساعة بدهم يوصلوا؟ 7:30، يعني 8. طب وهلا الساعة قديش؟ يعني شيء وحدة. تقبرني إنه لحسان يتناولنا كم كرسي من بيت أبو خالد، مو من القش؟ لا يجيب لنا إياهم من الستيل. إيه مو على عيني. يا الله. لحظة أبو حسان، بدي أسألك، أكيد مرته للوزير جاية معه؟ معلوم. دخلك ولساتها مأنزعة وشايفة حالها ومناخيرها لفوق؟ فوزية هلا مو وقت هالحكي. مزبوط. خلصت البقدونسات يا عمو؟ إيه تقبريني بلشي بالبندورات، الله يرضى عليك يا حق. شرفتوا بين الليلة يا معالي الوزير بالقلب والبصر، نشكر لكم كل دعوتنا. يا مين أهل الزاك يا مين أهل الزاك نورت الحارة نورت الحارة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شرفنا يا معالي الوزير، شرفنا والله. أهلا فوزية. كيفك يا فوزية؟ داعية لمعاليك بطول العمر. الله يرضى عليكي. معالي الوزير بتتذكر بناتي؟ هي هيام وهي رباب. لكن ما شاء الله ما شاء الله، كبروا كل واحدة من بناتهم صارت طول الحورة. عم يتعلموا ما هيك؟ عم يتعلموا يا ابو حسان ما هيك؟ لكن ولو ضروري يا ابو حسان ضروري، نحن بعهد جديد المرأة لازم تتعلم. ما بتعرفوا يمكن بالمستقبل القريب ممكن يصيروا نساء وزيرات. بهالمناسبة انتوا بتعرفوا انه سوريا هي اول دولة منحت المرأة حق الانتخاب؟ بتعرفوا هالشيء؟ كله بفضل فكركم النير يا معالي الوزير، وبظل حكومة الجنرال ابو العواصف الله يطول بعمره. امين. مفهوم. بعرفكم يا معالي الوزير على ابو بشير مختار حارتنا. ايوه، كيف المخترة يا ابو بشير؟ بفضل حكومتكم وحكومة الجنرال أبو العواصف الأمور كلها سمن على عسل، والحمد لله يا معالي الوزير. بمناسبة الحكي عن السمنة، أنا شامم ريحة سمنة. شو نوعها السمنة يا أبو حسان؟ بلدي 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 حديدي يا معالي الوزير. ايوه، لكن ما بدنا نعيد القصص القديمة تبع السمنة، الله لا يعيد هذيك الأيام. لا أعوذ بالله، أحسن سمنة حديدي جبتها توصاي من دير الزور يا معالي الوزير، الله وكيلها. ايه مين هاد؟ محسوبك أبو خالد، أكبر تاجر قضامي بالبلد. أهلا يا أبو خالد، وشو القضامة اللي عم بتتاجر فيها؟ مغبرة سيدنا مغبرة. ها مغبرة؟ لك معقولة؟ اوعك تكون اسطنبولية، ها بزعل منك وبسكر لك محلك بالشمال الأحمر. ما بنسترجي سيدنا ما بنسترجي. الله لا يرجع الاسطنبولية وإيامهم ويخلينا الجنرال أبو العواصف وحكومته الوطنية الرشيدة.
آمين. آمين. الداعي أبو أحمد تاجر مناشف وبشاكير بالحرية. أيوة 100% قطن يا أبو أحمد، ما هيك؟ ولا عم بتدحوا شو فيها خيطان أشكال وألوان؟ 100% قطن، الله بيشهد، أبيض مثل الحليب جاي من حلب. إن شاء الله مرتاحة ست خيرات خانم. ماشي الحال، بس ما عجبتني كتير ريحة السمنة. شو رأيك أبو فيصل بريحة السمنة؟ معدتي كشت منها. لا 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 يا أم فيصل، لا أبو حسان ابن خالتي وزلمة منظوم، مو معقولة أبدا يورطنا بسمنة رخيصة. حي الله. أكيد أكيد. ولو شفت شلون سمعتي؟ وجنابك؟ أنا اسمي سعيد معالي الوزير، مهندس كهرباء وعندي محل تصليح راديوهات. برافو برافو لك ابني، هاي مهنة العصر هاي. تعرف بكرة بس يدخل التلفزيون لبلادنا ما رح توقف شغلي. عفوا سيدنا، شو هذا تل شو؟ لك يا ابني تلفزيون، هذا جهاز جديد حضاري كتير، شفته بجولتي الأخيرة بفرنسا وبإنجلترا، شغلة بتجنن. بتشوفه مثل الصندوق، بتطلع فيه بتلاقي جواته الناس صوت وصورة. تفضلوا جنابكم، الأكل سخن يعني إذا حبيتوا، إذا جوعانين جنابكم بتقرروا. الحقيقة أنه أنا اليوم ما تغديت، سبب كنا باجتماع بالمجلس وطالت المناقشة وطالت فنسينا الغداء. الله يعطيكم العافية.